عايزين نعرف ايه الحكايه. لو هو خلاص قدرنا خلاص نعمل ايه؟ يفضل يقع النادي بقى كده على طول. هل في يعني انت مثلا عايز تقولي انا عايز بقى اتكلم يعني انه الخطيب ممكن يعامل العامري فاروق كده؟ ابدا. خالد مرتجي ممكن يتعامل؟ ابدا. في مجلس اداره في الاهلي، في مجلس اداره في فيوتشر، في مجلس اداره في بيراميدز. انما احنا عندنا ايه؟ مرتضى منصور وابنائه بس، واللي عاجبه مفيش فلوس. قالوا والله العام الغلبان قالوا بقول لك ايه؟ امشي من هنا. بس واحد اقبض منين؟ اقبض منين؟ وانا بقبض من جيبك؟ ده عامل في الدوله. ايه اللي بيجرى ده يا جماعه؟ ففرصه مره وانسى الفرول نسمع حد جرو انه يتكلم من جوه مجلس اداره الزمالك وهو عضو مجلس اداره نادي الزمالك حسب فهمنا، لانه انتوا عارفين مرتضى منصور قد عزل. فهل العزل ده صحيح او ايه الحكايه وايه الموضوع؟ والاهم حكايه نادي الزمالك. يعني ما هو يا جماعه احنا عندنا نادي في مهاب الريح، خلاص في مهاب الريح. النهارده القضيه بتاعت شيكابالا ده ومطلوب 1.5 مليون دولار ومش عارف ايه في مهاب الريح. هل في فلوس في النادي ولا مفيش؟ الفلوس محجوز عليها ولا مش محجوز عليها؟ نحن نسمع الامر من خلال مرتضى منصور فقط، هو بس اللي يتكلم، هو اللي يطلع ويقعد الناس قدامه كده تلاميذ ويتكلموا. طيب مجلس الاداره اللي موجود ده هو مجلس له راي بيمثل النادي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ ماذا يحدث داخل نادي الزمالك؟ لان احنا لا نعرف شيء عن نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك هو صندوق مغلق في منزل مرتضى منصور. نقطه او هو اولاده، يعني هم اللي بس يعرفوا. وهذا امر غير مؤسسي، لانه النادي ده مش بتاع حد، ده بتاع الدوله. ولما بتكلم على نادي الزمالك بتكلم على الشعبيه الثانيه، مش هقول الاولى. ولكن انه يتساب كده، انه يتبهدل كده، انه يتكسر كده، انه يبقى مش لاقي ياكل كده، لا. هذا يعني احنا بنتكلم على نادي اخر بيعمل الفرع الرابع ليه، واحنا مش عارفين نعمل الفرع الثاني. احنا رئيس النادي المعزول كان بيمشي في النادي يجي له موظفين يقول له ناس وحبضك منين؟ ده بيكلم ايه عامل من العمال قال له امشي كده، انا ما حدش كلمني على مروح اشوف هجيبوا مرتباتكم منين. طيب ماشي، انت معزول وانت لا تريد. طيب ماذا سنفعل للزمالك؟ خلاص كله بينتظر بقى الانتخابات القادمه في شهر 7 وشهر 8. طب ايه الحكايه؟ لاول مره زي ما بقول لحضراتكم انه هنسمع حد بيقول لنا حاجه تانية. مرتضى منصور الاسبوع اللي فات رئيس النادي المعزول كان بيمشي في النادي يجي له موظفين يقول له ناس وحبضك منين؟ ده بيكلم ايه عامل من العمال قال له امشي كده، انا ما حدش كلمني على مروح اشوف هتجيبوا مرتباتكم منين. طيب ماشي، انت معزول وانت لا تريد. طيب ماذا سنفعل للزمالك؟ خلاص كله بينتظر بقى الانتخابات القادمه في شهر 7 وشهر 8. طب ايه الحكايه؟ لاول مره زي ما بقول لحضراتكم انه هنسمع حد بيقول لنا حاجه تانية. مرتضى منصور الاسبوع اللي فات طلع قال للناس ايه؟ او طبعا يعني الراجل مش مركز خلاص. قال لهم عمرو اديب بياخد في الشهر 3 مليون دولار. فيبقى ليه الفخر انا يا ساده ان انا باخد اكتر من كريستيانو رونالدو، من ميسي، من امبابي، من العقد الجديد بتاع صلاح، انا باخد في الشهر اكتر من اي واحد في دول. الغريب يا سادة ما ضايقنيش مرتضى منصور، لانه مرتضى منصور مش طايقني، لا عادي يعني. بس الغريب ان في ناس كتير قاعده تقول لك 3 مليون دولار في الشهر، يعني بيها يعني تعرفوا انا مستعد اقبض يعني شهرين 3 مليون دولار واقعد في البيت. لو شفتوني تاني هنا في حد يعقل الكلام؟ هو الراجل بيقول ايوه لهم بياخد
كان كلامه فاضل جدا ومؤدب جدا طول بتاع. بس انا دلوقتي افتكرت لما محمد صلاح لما مرتبه يزيد في شهر 2.5 مليون، فانا اخد اكتر حاسس بقى ان انا بجيب جوان واسيست اكتر من محمد صلاح يعني. او يجي صلاح يقول لهم ايه يعني اشمعنى عمرو اديب بياخد 3 مليون دولار في الشهر؟ بعدين يا جماعه هو ايه اللي حصل؟ باخد 3 باخد 10 انت مالك؟ انت مالك؟ طبعا هو ناس كتير تقول لك انت بتكلمه اصل احنا ما حدش يقدر. لا انا بكلمه عادي كده من 10 12 سنه عادي جدا بقول له يعني يا مرتضى انت مالك؟ ووزن يا ابني الكلام، انت بقيتش توزن الكلام خلاص، انت بقيت بتقول اي حاجه مش عارف انت بتقول ايه. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. ضيفنا النهاردة الأستاذ عمرو أديب وهجومه، هجوم شديد اللهجة على مرتضى منصور وعياله على حد كلام أستاذ عمرو أديب. عمرو أديب بيقول لك ماذا هنشوف نادي الزمالك ازاي بعد عهد مرتضى منصور، لا صوت يعلو في نادي الزمالك فوق صوت مرتضى منصور. الراجل مستغرب ان في حد من مجلس الاداره هيتجرأ ويتكلم بدون تعليمات من مرتضى منصور. قال لك ما شفناهاش قبل كده. مرتضى عايز يقول ان مجلس مرتضى منصور ما هو الا كومبارسات، ما حدش بيتحرك الا بامر مرتضى منصور. مرتضى منصور مش في احسن حالاته مع نادي الزمالك. مرتضى منصور بيطلع تصاريح غريبة جدا من وجهة نظر عمرو أديب وهجوم مرتضى منصور على عمرو أديب. انت بتاخد 3 مليون دولار بمنتهى السخرية. عمرو أديب بيقول له انا باخد عقد اكتر من ميسي وكريستيانو رونالدو ومو صلاح ايجيبشن كينج فخر العرب. فهو الراجل كلام مش عقلاني، وعمرو أديب اصطاد في المية اللي مش حلوة ان انت طلع يسخر منه وطلع يديله تحت الحزام. وقال لك وشبك قال النادي الاهلي بيدار بطريقة صح، ما شفناش رئيس النادي الاهلي بيطلع ينقد مجلس ادارته على الهواء. ما شفنا في فربلي في ادارة النادي الاهلي زي ما قال عمرو أديب على الخطيب وإدارته، وعمرو أديب ما عجبوش إطلاقا العقد ب 3 مليون دولار حتى لو يعني شفافيا من المستشار مرتضى منصور. فهو ده حال نادي الزمالك، ما حدش بيخاف على نادي الزمالك إلا جمهوره. نادي الزمالك هو كله بيستعرض قوته، كله بيستعرض مهارته، كله بيستعرض كبرياءه، كله بيستعرض، كله بيعمل كل حاجة في الكورة إلا مصلحة نادي الزمالك. هكذا يدار نادي الزمالك من خلال مرتضى منصور وعياله وهجوم عمرو أديب على المستشار مرتضى منصور وعياله.